اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين تغطيتنا طبعا مع ابطال ونجومنا ونجوم التدريب في تنس الطاوله، والحقوا انجاز تاريخي، فوز 8 ميداليات ذهب في الجماعي اللي هو كل الايفنتات، ونفس الكلام في الفردي 8 ميداليات ذهب. في البدايه طبعا برحب بضيفي الكابتن محمد عبد الوهاب المدير الفني او مدرب، كابتن محمد عبد الحميد انا اسف، المدرب لفريق 18 سنه ناشئين. اهلا بك يا كابتن محمد، والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. طبعا برحب بالكابتن هشام اسماعيل مدرب ناشئات فريق 15 سنه. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا، والف مليون مبروك على الانجازات والفوز الكثيره. الحمد لله. شكرا كابتن محمد. اجيلك يمكن انت عندك قصه شويه كده، يمكن السنه اللي فاتت لم توفق. تمام. وده كان الايفنت الوحيد اللي ما توفقناش فيه. تمام. بعد ما كنت كبير طبعا وشغل طويل هذا الموسم اتوفقت. كلمني عن الرحله دي. لا، هي الرحله كانت كبيره شويه. احنا عايزين نسمع. السنه اللي فاتت كان حصل دروب كده غريب، وكان عدم توفيق بس في المباراه. الاوريدي الفرقه اللي لعبت فرقه 18 سنه اوريدي هي لعبت في نفس، انا كنت ماسك السنه اللي فاتت 18 21 سنه، فاوريدي نفس الفرقه لعبوا فرقه الزمالك في ماتش الفاينل في 21 سنه وكسبنا الماتش 3-2. يعني نفس الفرقه. هم كبروا بقى 21. لا، السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت لعبت الزمالك مرتين فاينالين بينهم وبين بعض ساعتين زمن. تمام. فكسبت واحد وخسرت الثاني، حتى الثاني انا اوريدي كنت كسبان 2-1 والماتش السكور بتاعه قلب 3-2 وخسرت بغلطات بسيطه جدا جوه الماتش، يعني سوء توفيق. سوء توفيق. بس فحتى بعد الماتش انا حتى قعدت اتكلمت مع اللعيبه وعادي، خلاص حصل خير، ربنا مش رايد وربنا سهل التعود السنه الجايه، بس انا ان شاء الله هكسب السنه الجايه بجيل اصغر منكم، لان اللعيبه دي اللعيبه دي كبروا وصلوا 21. انتوا هتكسبوا الزمالك كده كده السنه الجايه ان شاء الله، انا متاكد ان انتوا تكسبوهم السنه الجايه في 21 سنه، وده اللي حصل السنه دي. هم الحمد لله كسبوهم مع كابتن احمد عبد السلام في 21 سنه، وجينا في فرقتي بقى اللي هم 18 بدات اجهز مجموعه ثانيه، وحتى كان في دروب صغير ان انا رقم 2 بتاعي بتاع الفرقه اوريدي هو لعيب محترف في المانيا اسمه احمد هشام، ده اوريدي بسبب موضوع الكورونا والكلام دوت في المانيا قفلت فما عرفش يجي معايا. فانا لاعب معايا رقم 1 ومعايا رقم في التصنيف العام. كتصنيف عام رقم 10 و11 و20 على مصر. الاربعه اللي كانوا معايا. فانا معايا رقم 1 وهم رقم 1 يخش يبقى رقم 2 بس كده، وده اللي حصل. يعني الحمد لله كسبت الماتش 3-0. تمام. كسبت الزمالك 3-0، كسبت اقوى واحد عندهم في الفرقه الزمالك، اللعيب بتاعي رقم 2 اللي هو رقم 12 على مصر ده كسبه 3-0 جوه الماتش. هو ترتيبه كام رقم 2 عندهم؟ رقم 2 عندهم هو لعب فاينل البطوله اللي فاتت، خسر من مروان جمال في الفاينل 3-1 في الفاينل. يعني مصنف اول رقم تاني مثلا. مصنف الثاني على الجمهوريه. حاليا بقى رقم الثاني. الثالث بقى عندك كده. الثالث كان ده كان مفاجاه في البطوله، يوسف ابو هيام ده اوريدي كان لعب ماتش دور الثمانيه وما لعبش السيمي فاينل، ودخل مره واحده لعب ماتش الفاينل، يعني ما لعبتوش لان كان حصل دروب في السيمي فاينل. مش دروب، هو كان في سوء توفيق في المباراه اللي كانت قبل كده، بس اللعيب بتاعي كسب وكسبنا الماتش 3-0 في السيمي فاينل، لعبنا سبورتنج فدخلت الفاينل. فانا ماتش الزمالك مش هيبقى محتاج في ماتش الفاينل غير حد يحتاج يقف الضغطه كويس قوي، فغيرت اللعيب في ماتش الفاينل ونزل يوسف ابو هياب في الماتش الفاينل، كان خسران الاول 2-0 في الماتش الثالث، والماتش قلب وكسبت الحمد لله 3-2 وكسبت الماتش التوتال 3-0. حلو تتحدى نفسك وتتحدى ظروفك. حلو الحمد لله. لا كانت متعه، ودي كانت حلاوه المكسب في البطوله. دي كانت ليها حلاوه ثانيه. المكسب سهل ملوش طعم. ربنا يخليك. طب كابتن هشام اجي لك، يمكن برضه انت ماسك سن مهم وايفنت مهم جدا في النادي الاهلي 15 سنه ناشئات. وكلمني عن انجازك، كسبت كام، المنافسين كانوا مين؟ احنا طبعا المنافس التقليدي اللي موجود دايما طبعا نادي الزمالك، احنا غالبا كل سنه تقريبا بنلعبه فاينل. السنه دي برده كان في فرقه تانية كويسه اللي هي هيئه قناه السويس. هيئه قناه السويس دي فيها كذا لعيب كويس. الميزه بقى برده ان هي عندهم هناك ان هم بيلعبوا دوري سيدات كمان، يعني هم بيلعبوا سنهم وبيطلعوا يلعبوا دوري سيدات بالظبط، فطبعا ده بيقويهم اكتر وبيحتكوا اكتر. احنا طبعا عندنا بيبقى العمليه صعبه شويه ان احنا ينافس طبعا. يعني فرقه سيدات ما شاء الله، والايفنتات حتى اللي تحتيها كويسين جدا طبيعي، فصعب. فاحنا بقى بنحاول ان احنا نوفر لهم يعني اسلوب احسن للتمرين وطريقه افضل للتمرين، بحيث ان احنا نقدر يعني كابتن فتحي كان قال لي ان حضرتك ساعات بتصعدهم مع الفريق بالظبط. كابتن فتحي زي ما كان بيتكلم فعلا ان ايه الناس اللي موجوده ليها رانكينج معين في الثمانيه الاوائل او كده، بنحاول ان احنا نزودها ونحاول ان احنا نطلعها الايفنتات الاعلى. زي مثلا هنا جوده، هنا جوده موجوده في 15 سنه، وطبعا يعني دي مش هينفع احنا نتكلم عليها خالص، يعني تقريبا شايله معظم الفرق بس اول تصنيف عالم ما شاء الله. طبعا. طبعا. ف كسبت ماتشاتك 3-0 يا كابتن؟ لا، احنا كسبنا يعني الحمد لله، عدينا المجموعه، كسبنا المجموعه عادي كل الماتشات 3-0. بعد كده قابلنا نادي سبورتنج كسبناه 3-0،
وفي السيمي فاينال كنا بنلعبين لعبنا هيئة قناة السويس. هو الماتش ده برضو كان رخم شويه بس دي الصوره يا كابتن في النهائيات ولا دي بعد ما احنا كسبنا الفاينل 18 ولاد و18 بنات كان اخر ايفنت وكان ده كان اخر ايفنت دي صوره جماعيه لكم دي صوره جماعيه بعد ما شاء الله وهنا جوده موجوده تحت واللاعبين واللاعبات حاجه كابتن هيثم وكابتن اشرف وكابتن عمرو ما شاء الله طبعا كابتن فتحي طبعا وكابتن احمد حامد. طب عرفني كده يا كابتن اللعيبه يعني مثلا قول لي كده خلينا ناخد من الشمال لليمين البنات مثلا البنات في ساره ياسر الشمال اليمين تمام ونور علاء تمام فريده عبد الناصر وهنا جوده ومنى طارق دول الخمسه دول 18 سنه ناشئات كلهم طب وهم خدوا المركز الاول ويعني خلي بالك هنا جوده تحت 15 وبتلعب في 18 بتلعب 18 ايوه تلعب فريستين كمان انا بقول في الايفنت ده كانت موجوده تلعب دوري سيدات في الايفنت ده موجوده وهم كلهم يعني بصراحه موجودين هو المهم يا كابتن هيثم دايما في الفرق ان ما فيش حد بيبقى لوحده يعني صحيح. الفرقه كله بيكمل بعض فلازم يعني هنا بتشيل في فريده برضو وراها وساره وراها فهم كلهم يعني مفيش نجم كل واحد أو حاجة لا طبعا لا طبعا لا طبعا ساره زي فريده زي هنا زي منى زي نور يعني بتكلم على 18 سنة على الصورة اللي كانت موجودة فهم كلهم بيكملوا بعض يعني هاتوا لي الصورة كده تانية يا جماعة عشان نشوف برضو 18 سنة كان مين بص كده يا كابتن يعني 18 سنة بقى من الشمال لليمين مين ولاد ولاد مصطفى سيد زينهم يوسف أبو هاب زياد شوا مروان جمال عمر علام طب برضو الجهاز برضو بالمرة مش الجهاز كابتن هيس أنا محمد أبو حميد محمد أبو حميد طبعا كابتن هيثم حامد كابتن أشرف فتاح رئيس الجهاز المدير الفني كابتن عمرو رضا المدرب العام كابتن احمد حامد المدير الاداري كابتن فتحي عبده مدير قطاع الناشئين والناشئات كابتن علي سمير الاداري بتاع فريق 18 سنه يعني طبعا لحظه جميله جدا وخليني اقول لكم طبعا كل التحيات وتقدير الباقي احنا بس صوره كده كانت بالصدفه طبعا بالظبط هو كابتن هيثم مدرب 18 سنه مدرب 18 سنه في الصوره دي طيب الفاينل سيمي فاينل لعبت هيئه قناه السويس السيمي فاينل لعبنا هيئه قناه السويس الاول برضه انا عايز اشكر الفرقه الناس اللي لعبت هنا جوده طبعا في جنى وجيه كانت حصان الاسود بتاع بتاع البطوله دي يعني هحكي لحضرتك عملت ايه وكده وفي مريم حسين ولينا حازم وفي ساره الصاوي وجنى رأفت وخدنا برضو الاثنين الناشئين اللي موجودين عند كابتن عبد السلام كان فيهم ناس كويسه فخدناهم اللي هي حبيبه محمد وملك اتاخدوا في الثمانيه الاساسيين الموجودين وسافروا معانا من السته والصوره دي الصوره دي انت فيها يا كابتن يا كابتن هشام اسماعيل انت في الصوره دي صح؟ اهو كابتن محمد عبد الحميد ده كان ايفنت كام بقى؟ ده ايفنت بتاعنا ده بعد ماتش الفاينل وهنا جوده ما شاء الله موجوده برضه 15 ولاد و15 بنات هي الفكره ان حضرتك لو خدت بالك هتلاقي ان مدربين الفرقتين بتوع 15 و18 وبقيت مدربين الجهاز موجودين ده الجميل بقى كابتن يعني حضرتك بتقوله ده هو ده في فيديوهات اصلا موجوده حضرتك لو ينفع تتذاع هتلاقي فيديوهات انت حضرتك مش هتعرف مين اللي قاعد اصلا بيدير اللي مسؤول عن الفريق ده كله بيدعم كل المدربين والفرحه بعد الماتش وبعد المكسب نفسه هتلاقي فرحه تانية خالص حلوه جدا الروح دي خلي بالك هي دي المكسب وهي ده الاساس يا كابتن هو يعني احنا متواصلين على كده كمان بعد الماتش بتاع الفاينل هم بجد في ناس كتير جت سالت قالت هو مين مدرب الفرقه دي ازاي اهو اهو معلش يا جماعه رجعوا لي بس اللقطه دي تاني بقى معلش عشان ده ايفنت 15 سنه ولاد بص 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 الفرحه مين بقى ده مين في مين 15 سنه ده لا ده ده, ده مش جهاز فني بقى ده كده درجه ثالثه ده كابتن محمد اسماعيل مدرب فريق 15 كابتن هاني اللي خده بالحضن على طول مين اللي مدرب 12 كمان اللاعبين داخلين ينطوا اللعيبه كلها بره كل الفرقه بص بصوا يا جماعه لا ده يعني هي كابتن خالد جمال المساعد بتاع فريق 15 سنه اولاد انا وكابتن فتحي عبده دخل اهو كان واقف ورانا ما كانش قادر يقعد من الضغطه بتاعه الماتش اكيد الاعصاب بس معلش يا جماعه ادونا الفيديو ده تاني لان الحقيقه يعني ده بيلخص زي ما جبنا القصه بص حضرتك لو حضرتك شفت بص كابتن فتحي حتى يعني كابتن فتحي عبده بص واقف ازاي على كابتن فتحي الفرحه بتاعته عامله ازاي يا خبر ابيض يا خبر ابيض يا جماعه لا ده انتوا عدونا اللقطه دي اكتر من مره يا جماعه لانه يعني ده اعصاب ده في كذا ايفنت يعني حضرتك احنا كانت الناس مركزه معانا فكان دايما بيركزوا معانا في انفعالاتنا بعد الماتش في كل الايفنتات هتلاقي في فيديوهات كتيره جدا حتى ايفنت ال 12 سنه اولاد 12 سنه بنات في ال 15 ال 12 سنه بنات كان في نفس الفكره نفس الشكل هي الجهاز الفني موجود ومن الصبح بالليل انتوا قاعدين مع بعض احنا قاعدين مع بعض وكانت البطوله في اسماعيليه يعني ما كانتش هنا في القاهره فكلنا كنا بنسافر مع بعض كله غير ما لناش دعوه بالمدربين اللي موجودين هناك احنا رايحين كل الناس راحه لوحديها فهي مش في نفس اليوم يعني مثلا في البطوله بتاع كابتن محمد حميد بتبقى مختلفه عن بطولتي يعني مثلا هو جمعه وسبت
واحنا الجمعه السبت اللي بعديها احنا كنا بنروح كل يوم فكنا بنسافر وبنرجع يعني كابتن محمد في البطوله بتاعتنا كان بيجي لنا ويرجع واحنا برضو في نفس الوقت في بطولته كلنا الجهاز كله مش حد معين وانا كلنا. كمان كنت اول بطوله يعني هو كابتن هشام كانوا بعديها باسبوع انا كنت اول بطوله فانا كمان كان الايفنت اللي خسران فكان النادي كله تقريبا جاي لي اول كابتن دي الروح بس انا عايز اعرف بالتفصيل اكتر عن عن الامور دي بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل اعلاني اخير وارجع لحضراتكم عشان نكمل حوارنا طبعا مع نجوم التدريب تنس الطاوله في النادي الاهلي ولكن بعد الفاصل هقوله بعد كل فاصل الحصول على تمن او العلامات الكامله في قطاع الناشئين والناشئات في بطوله الجمهوريه تمن كؤوس في الجماعي وتمن كؤوس في الفردي بنكمل حوارنا مع كابتن محمد عبد الحميد مدرب طبعا فريق 18 سنه وكابتن هشام اسماعيل مدرب ناشئات 15 سنه كابتن محمد يمكن الانجاز مش بيجي نتيجه مجهود منظومه يمكن انتوا حلقه من المنظومه اللاعبين والمدرب ولكن في منظومه تانية وراك في ظهرك كنا بنتكلم عليها قبل الفاصل مدربين رئيس قطاع نشاط رياضي شايف ايه اللي بيميزنا عن اي نادي تاني في النادي الاهلي الحب هي بيننا وبين بعضنا احنا كلنا متربيين مع بعض كمدربين اوريدي كنا كلنا فرقه واحده موجوده في النادي متربيين مع بعض يعني انا وهشام كنا فرقه واحده من واحنا صغيرين واحنا عندنا 8 سنين و9 سنين مع بعض وبتمرنوا مع بعض كنا بنلعب مع بعض احنا نفس الفرقه احنا في نفس الفرقه مع بعض لغايه اما خلصنا مع بعض وفي كابتن ايسم اللي هو ماسك 18 سنه ده معايا يعني اصلا وانتوا بتلعبوا يعني كابتن محمد عبد الحميد وكابتن هشام اسماعيل انتوا الاثنين حتى وانتوا لاعبين مع بعض واحنا لاعبين مع بعض كبرتوا بقيتوا مدربين مع بعض وكابتن عبد السلام كان في الجيل اللي بعدينا وكابتن محمد اسماعيل كابتن محمود حامد كان معانا في نفس الجيل يعني احنا كلنا كنا جيلين ورا بعض فاحنا اوريدي متربيين كلنا مع بعض وكابتن فتحي كان مدربنا واحنا صغيرين يا سبحان الله دي حاجه وكابتن اشرف عبد الفتاح العمده بتاعنا كابتن فتحي وعلى فكره برضو خليني اقول ان كابتن اشرف عبد الفتاح لما جه معايا هنا والله ما نسبش لنفسه اي فضل بالعكس نسب لكم انتوا وقال انتوا الاساس النجاح ده واحنا مجرد ان احنا في ظهرهم والكلام ده كله فدي روح ما هو السبورت اللي هو عامله لنا ان مفيش اي مشاكل بتبقى اي حاجه بنطلبها بيوقف يساعدنا فيها ومعاه طبعا كابتن فتحي عبده حتى احنا ما بنقدرش نتخطى الكلام العمده بتاعنا فاحنا بنبلغ كابتن فتحي مثلا احنا محتاجين حاجه كابتن فتحي معاك اهو في الصوره لابس جاكيت اسود جينز وجالنا البطوله جالنا ساعتها البطوله جالنا دي مخصوص في الماتشات المهمه طب قول لي يا كابتن عايز اسالك سؤال يعني دلوقتي انت السنه الموسم ده خلاص كده انتهى تمام انت عندك الموسم الجاي ان شاء الله 18 سنه برضو استعديت ازاي هل عينك على الفريق اللي اصغر منك تمام. ولا هتجيبوا لعيبه يعني انت شايف المستقبل الجيل ده او الايفنت ده ايه هو اوريدي بدايه من 1/7 الجايه هيحصل تغيير في تقسيمه الايفنتات اللي موجوده شباب في ايفنت 18 تمام. هيبقى ايفنت 11 13 15 17 19 زي السكواش ده تعليمات الاتحاد الدولي فالاتحاد المصري عدل اوريدي الايفنتات دي فدي كانت اخر بطوله بالايفنتات معنى كده ان انت هيبقى في لعيبه هتكبر عندك خلاص انا اوريدي الفرقه بتاعتي كلها طلعت فرقتي كلها طلعت باستثناء واحد بس اللي هو لسه واخد اول جمهوريه البطوله الاخيره مروان جمال هو الوحيد اللي مكمل معايا ده كان صغير في ايفنت 18 ده كان كبير دلوقتي بقى هو بقى هو رقم واحد على مصر اوريدي بقى رقم واحد على مصر 17 و19 ايفنت 16 اللي كان طالع لك ايفنت 16 اللي كان طالع لي انا باخد من كابتن محمد اسماعيل من تحتيه اوريدي هو كان في الرولز اللي كابتن فتحي كان مبلغ حياتك بيها الرولز دي اللي هي بتاع اول تصعيد بتاع اول 8 لعيبه تصنيف عام بيطلعوا في الايفنت اللي فوق او اللعيبه المميزه بيطلعوا يضربوا مع الفرقه اللي فوق ودي جايبه ثمارها الاستراتيجيه بشكل كبير فاوريدي الثلاثه الاساسيين اوريدي فرقه 15 سنه اللي هم كانوا اللي هم مع كابتن محمد اسماعيل اوريدي بيلعبوا معايا فترات زياده يعني هم بعد ما خلصوا مع كابتن محمد اسماعيل بييجوا يكملوا معايا التمرين كده بيبقى 3 ساعات او اكتر اكتر من 3 ساعات بنكمل داخلين في 4 ساعات يعني وساعات اصلا بيبقوا ممكن يوصل لخمس ساعات متواصله مثلا يعني ساعات كابتن محمد اسماعيل بيجي يبتدي معاهم بدري وهم يخلصوا بياخدوا بريك نص ساعه وبعد كده يخشوا يكملوا معايا التمرين بتاعي فهو دي الوحده التدريبيه اللي هم بياخدوها فالحاجه الثانيه كمان هم لما بييجوا يطلعوا معايا هم اللعيبه اللي طالعه دي كلها هي دي فرقه 18 سنه السنه الجايه فانت خلاص ممررهم قبل كده فانت عارفهم مش هيبقوا كده كده فهم مش بعادي يعني الفكره هو الموضوع مش بعيد وحته ان احنا هنشوف حد بره موضوع يعني اللعيبه المميزه جدا لو بره الا لو حد بروميسنج قوي بس دي مش أدي الحدود. فادي الحدود يعني النادي بالنسبه لنا موضوع بس صحيح. احنا بناخد اللي عندنا صحيح. اكتر يعني ناشئين عندنا اكتر صحيح طب ده بالنسبه لكابتن محمد كابتن هشام بالنسبه لك الدنيا ايه بعد تغيير الايفنتات دي في الاتحاد الدولي للتنس هو بالنسبه 15 سنه مش هيبقى فيها تغيير
هي الايفنت الوحيد اللي موجود زي ما هو هو 15 صح، لانه كان فردي وانت رحت على الفرد 13 15 بالزبط. فما عندكش مشكله. هو اللي هيفرق شويه اللي هو الناس اللي كانوا اصلا بيلعبوا تحت 11 سنه تحت 12 سنه دلوقتي بقوا تحت 11 فالمفروض ان هم بعد ما يخلصوا الايفنت بتاع 12 سنه بيطلعوا فوق عندي 15 تمام. فبقى في 13 صحيح هيقعدوا سنه بقى وهيكملوا مع 13 بس هو اوريدي برضو العمليه بتبقى الناس اللي هم اللي بيبقوا كويسين كده كده بيطلعوا من 12 بيتصعدوا وبيطلعوا 15 فالحته دي برضو كويسه بالنسبه. طب انتوا دارسين يا كباتن التغيير ده؟ يعني انتوا دارسين اللعيبه والايفنتات والدنيا وموقفنا ايه واللعيبه والانديه الثانيه دارسين ده كويس؟ طبعا طبعا. هو يعني احنا اول ما سمعنا عن ان هم الاتحاد الدولي هيبتدوا ان هم يعملوا حاجه زي كده ابتدينا ان احنا نركز بالذات نبص على ايفنتات بتاعه 11 سنه لان وفي برضو الايفنت بتاع 21 ده ما بقاش موجود خالص. بس دي برضو انا مش يعني شايفها ديس ادفانتج، شايفها حاجه مش كويسه انه طبعا كان بيديك سنتين كمان تلعبهم في الناشئين انما كده هيروح راميك على طول في بعد 19 هو ترموا خلاص رموك في الدرجه الاولى بعد 19 ودي هتفرض ناس كتير هتقع في النص يعني ايفنت ناس كتير اللي هنا بقى هيبان بقى اللعيب اللي عنده الشخصيه اللي قادر يقف على الترابيزه ويقدر يعافر مع الكبار. يعني هو كان بيديك سنتين اللي هم من 19 ل 21 تقدر تقف على ثلاث سنين من 18 ل 21 خلاص. دلوقتي خلاص انت دلوقتي الفرقه اللي كانت معاه اللي اوريدي خدت الاول مره اول سنه ليها كانت 21 سنه السنه دي هو دخل رجال خلاص لان هو بقى خلاص عدى 19 سنه نفس النظام. السيدات اوريدي ما كانش فيها الدروب دوت بالعكس السيدات كانوا 18 كانوا بيطلعوا سيدات دلوقتي بقى 18 ليهم سنه بقت 19 وبيطلعوا سيدات هو يمكن الرجال اكتر هي هتبقى الموضوع اكتر في الرجال يعني. طب يا كابتن يعني برضو يعني هيبقى ليه اثار هيبقى ليه يعني ايجابيات بس الانديه الثانيه عامله ايه؟ طب انت برضو ليك عين على الانديه الثانيه شايفها ازاي؟ طبعا هو السنه دي بالذات يعني الحمد لله النادي الاهلي مسيطر على كل البطولات في الفرق وفي الفردي وكده وبالذات فردي يعني احنا لسه ممكن من اسبوع او حاجه كان عندنا اخر بطوله 18 سنه عند كابتن محمد وكابتن هيثم فردي وخدوهم برضو الحمد لله. فيعني احنا اعتقد ان اللي هي الايفنت الجديد اللي لسه هيبقى موجود هو 11 سنه هو اللي ممكن نشوف الدنيا فيها ايه. احنا مش عشان لسه طالعين من المدارس بالظبط ما انتش واقف على مش ما جربتهمش لسه في ماتشات ولا اتمرنوا مع 12 ده الكلام ده بالنسبه لمصر كلها يعني مش مش في حته معينه. لكن طبعا النادي الاهلي احنا دايما زي ما كابتن عبد السلام قال وكابتن فتحي دايما بيشوفوا الناس الموجودين في المدارس الناس اللي هي بيبقى تالنت شويه وكويسين بيحاولوا ان هم يصعدوهم 12 وبيحاولوا ان هم يعني يزقوهم علشان خاطر يبقوا جاهزين فطبعا دلوقتي بقت ما بقاش في 12 يعني بقى في 13 ف 11 سنه. طب كباتن انتوا عندكم حد في الايفنتات بتاعتكم رايح مع منتخب قطر؟ لا في الناشئين ما فيش غير انا جودة رايح من عند حضرتك. طيب ويعني شايفين الاشتراك في البطولات ده يعني سواء على مستوى المنتخب او على مستوى لما كان زمان طبعا في من اللعيبه تقدر تشارك على مستوى فردي شايف ده مفيد لينا ولا غياب اللاعب بيبقى تاثير شويه علينا؟ لا طبعا غياب بيبقى ليه تاثير مش كويس. هو اللعيب يعني هانا جودة بالذات ممكن اتكلم عليها ان هانا جودة تقريبا معظم السنه ما بتبقاش موجوده يا اما في معسكرات بره حاجات تبع الاتحاد الدولي حاجات تبع الهوبس بطولات برو تورز بتاع الكلام ده كله هو اللي ساعد هانا جودة ان هي تقف على رجليها وتبقى رقم واحد على العالم. هي فهي محتاجه ان هي تشترك علشان تحافظ على تصنيفها لان التصنيف ده بيبقى بعد دايما البطولات بتاعه البرو تورز اللي موجوده والبطولات فهي اغلب السنه غايبه عنا فطبعا ده هو ده على العالم كله يعني فطبعا اللي ساعدنا اكتر في موضوع هنا ان هي بتشترك في بطولات كتير وهي محتاجه ان هي تبقى موجوده واعتقد ان دي اول مره يعني حاجه زي دي تحصل ان حد من عندنا يبقى اول على قمه التصنيف 15 سنه. انا عارف دايما الصينيين او الصينيات هم الطب فهل ده بيبقى يعني انجاز كبير جدا لهنا جودة انها تسبق كل دول وتبقى على قمه التصنيف؟ لا طبعا دي حاجه يعني حاجه كويسه جدا وهي برده بتحتاج ان هي تكمل الايام اللي جايه علشان زي ما حضرتك عارف ان احنا نوصل للاول بيبقى مش سهل لكن انا عارف وتحافظ عليه طبعا بالزبط صعب بالزبط صعب طبعا بالزبط. طب كابتن يمكن كابتن محمد في امور كده معينه برده زي ان انت بتتابع لعيبتك بره يعني احنا عندنا لعيبه محترفين تمام بره
على المستوى الكبير مثلا، على المستوى الصغير، متابعهم يا كابتن بصفه مستمره، عارف ماتشاتهم، بتشوف ماتشاتهم؟ هو اوريدي انا ما عنديش غير لعيب بالنسبه لي، انا ما عنديش غير لعيب واحد بس، هو احمد هشام. اوريدي هو بيدرس في المانيا، وفي نفس الوقت هو بيلعب هناك في مركز تدريب هناك في المانيا، وبيلعب لسه ماضي عقد، ما لسه مش ماضي عقد، هو ماضي اتفاق على مباريات لما الدوري الالماني بالنسبه له يبدا يرجع، لان ما بداش الدوري الالماني لسه في الناشئين، في الجزء اللي هو السن الصغير لسه هناك مش شغال، الكبار شغالين، الكبار شغالين. فهو لسه ما ابتداش لعبه، لسه حتى منزل صوره امبارح على الفيسبوك عنده ان هو لسه رايح نادي جديد بيشوف، يعني لسه هيجرب الدنيا ايه. طبعا لان هو بيدرس. ممكن احمد هشام يعني يلضم مع نادي كبير، هو عندنا عصر هناك كان موجود فتره طويله جدا، هو اوريدي رقم 2 على مصر هنا في مصر، هو رقم 2 ومن وكمان هو رقم 2 وما لعبش بطوله. يعني احمد ازاي يا كابتن تصنيفه؟ هو جه في بطوله، هو جمع بوينتس قبليها، بطولات جامده، بطولات جامده وجمع فيها بوينتس، لعب فيهم بطولتين فاينل، فوصل ان هو بقى تصنيف عام. اللي جم بعديه دايما في فروقات، بالرغم انه عايش في المانيا، بيدرس في المانيا ومش بيشارك كل، هو بقاله دلوقتي سنه ونص بس في المانيا. يعني ان هو اوريدي احمد هشام مش ابن النادي الاهلي، احمد هشام كنت جايبه من سنتين من نادي سموحه. حضرتك اللي كنت جايبه؟ انا كنت جايبه من نادي سموحه بدون اي مقابل مادي، بدون اي حاجه. هو نفسه يلعب لدرجه ان هو دفع لنادي سموحه مبلغ مالي كبير مقابل ان هو يجي النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما يعني احنا ما عملنالوش، احنا ادينا له بس اللي هو العقد العادي زي اللي 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 المرتب العادي اللي هو بياخده زي اللعيب، والبنفيتس اللي بياخدها اللعيب العادي. انا عايز اقف على الموضوع ده شويه بقى، يعني انت بص لا الموضوع ده لازم اقف فيه شويه. لا بس احنا ادوات الحاجات دي اوريدي خدها، بس هو اشترى النادي الاهلي. لا استنى يا كابتن، استنى انت هتقول لي لا ده واحده واحده. دلوقتي احمد هشام كان بيلعب في نادي سموحه، تمام؟ واحمد هشام كان بيلعب تحت كام في نادي سموحه؟ 18 سنه، وكان رغبته انه يجي النادي الاهلي. هو جه لوحده كده في مره في بطوله فرق، بعد بطوله فرق واحنا في اسكندريه، كان عندنا بطوله فرق في اسكندريه من سنتين، لقيته جاي بيقول لي يا كوتش عايز اجي النادي، ينفع؟ انا ما عنديش مشكله. هو اهلاوي اصلا؟ هو اهلاوي. قلت له خلص. ومثلا الاعلى سيد لاشين، وطريقه لعب سيد لاشين في اللعب، يعني هو قال لك انا عايز اجي. قلت له تنور وتشرف. قلت له خلص نفسك، انا ما عنديش مشكله. قام خلص نفسه. خلص نفسه بقى. دفع المقابل. عايز والله حياتك ان هو خلص نفسه في 24 ساعه، كان يوم جمعه. يوم جمعه دفع المقابل وخد وكان في بطوله عندنا اللي هي اول بطوله، بعديها على طول بعديها ب 10 ايام راح دفع المقابل وقدم الاستغناء في الاتحاد، وجابوا النادي ولعب باسم النادي في البطوله يعني عشق النادي الاهلي، ولعب فاينل البطوله اللي بعديها، وخد ثالث جمهوريه 21 سنه في اول بطوله ليه يعني مع النادي. عشق النادي الاهلي مش مقصور بس على كره القدم، يعني مش مقصور على كره القدم. وفي عندنا يعني النماذج كتيره جدا. هو في كتير بيبقى عايزين يبقى كابتن، كتير جدا مش احمد هشام بس. لا اصل احمد هشام ليه الغريب ده كيس كيس ليه؟ كيس حلوه في ايه؟ انه قال لك يا جماعه طب المقابل ايه؟ انا هعفي يعني انا بحق امنيتي، انا هدفع انا المقابل انتقالي، وانا اللي هاجي النادي الاهلي وملتزم بالعقد اللي بتديله اي لاعب. هو ما بيتكلمش اي حاجه زياده، لا خالص، مجرد انه يلبس التيشيرت الاحمر هو عايز يبقى مع المجموعه اللي موجوده، وشايف ان هو هيزيد مع المجموعه اللي موجوده. وساعتها سبحان الله يعني ربنا كرمه في اول بطوله بعد ما جه، ولعب معانا بالظبط 30 يوم تمرين، كان تقريبا بقيت لعب فيها بطولتين مع بعض، خد تاني جمهوريه 18 سنه بعد مروان، وخد تالت جمهوريه 21 سنه كانت في بطوله مدينه نصر السنه اللي فاتت. لا ده احمد هشام بقى ان شاء الله عايز له حلقه لوحده بقى يبين لنا بقى كده وجينا بالمانيا عشان يجي لنا واحنا عندنا اسطوره ناشئين اللي هو مروان جمال ده، من الابطال اللي موجودين في السن ده دلوقتي. مروان جامد ده كان. ما شاء الله ما شاء يعني الله، يعني من اول وهو 12 سنه لغايه مروان برده اسكندراني. مروان جه النادي الاهلي وعنده 8 سنين وقبل ما كانش ماضي في اي حته، وجيبه عنده 8 سنين عايشه في اسكندريه ونص كده عايشه في اسكندريه، وقعد يعني مثلا قبل البطوله اللي فاتت دي قعد بقاله شهرين هنا في القاهره وما سافرش اسكندريه. ده مروان يا كابتن؟ ده مروان. يعني قاعد مقيم لوحده يا كابتن؟ مقيم لوحده، قاعد بقاله شهرين هنا عشان ياخد تمرين صبح وليل، قاعد تمرين صبح وليل وما بيمشيش من النادي، هو قاعد في النادي 24 ساعه. عشق النادي الاهلي يا كابتن صدق، وقاعد في النادي ما لهاش تفسير تاني. يعني واحد زي ده لقى نفسه لقى كيانه، وعلى هو فكره هو يستحق بصراحه. ايه؟ هو يستحق. يعني انا عايز اقول لك ان يعني لقى كيانه ولقى نفسه ولقى لعبته ولقى اللي بيحبه ولقى الاستقرار ولقى كل شيء في النادي الاهلي، فطبعا لازم يضحي بالغالي والنفيس. من هو صغير، من هو مع كابتن هاني رضا ومع كابتن محمد اسماعيل، وبعد كده طلع لي في 18 لان انا كان معايا زمان لما انا كنت ماسك 12، وبعد كده راح لكابتن هاني، وبعد كده كابتن محمد، وبعد كده رجع لي تاني بقى في 18. والله يا كابتن انا عايز اقول لكم ان انتوا عندكم يعني حكايات وقصص كبيره، والله العظيم لو قعدنا حلقتين ثلاثه مش هنخلصها، وانجاز كبير انت حققتوه، ولكن وقت البرنامج احنا اسفين يعني لازم ننهي الحوار، بس اكيد انتوا هتبقوا معانا مرات كثيره ونوعدكم ان شاء الله نكون جنبكم. ده اول حاجه كنت عايز اتفضل يا كابتن.
بالذات الماتش بتاع الفاينل بتاع الزمالك يعني انا مش عارف هو كان في فيديوهات موجوده بس لا للاسف ما عرفناش نجيبها. طيب ماشي. ماتش الزمالك ده اللي برضه اللي احنا كسبناه 3-2 ده كان ماتش فعلا صعب وال يعني في كومبيتيشن شديد. كان في كومبيتيشن شديد وانا بصراحه يعني عايز اشكر فعلا اللعيبه اللي هي وقفت الوقفه دي وان هم قدروا ان هم يعني يخلصوا البطوله وان احنا ناخد البطوله بالمنظر ده واحنا بنشكره معاك يا كابتن وانت يعني مدرب جميل وبشكرك على وجودك معانا وان شاء الله موفق دايما ابدا كابتن هشام اسماعيل مدرب ناشئات 15 سنه بشكرك ونورتني وشرفتني. شكرا كابتن هاشم. كابتن محمد عبد الحميد نورتني وشرفتني والف مليون مبروك ومزيد من التوفيق يا كابتن. الله يبارك فيك متشكر جدا. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده عن تنس الطاوله والحقيقه انه زي ما انتم شايفين انجاز كبير كان لازم يفوض الوقت ده والكلام والحوار يدور بكل الجوانب. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه. انتظرونا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم حلقه جديده والابطال وقصه جديده مع ابطالنا ابطال النادي الاهلي. شكرا جزيلا.